الجولة. مساء الخير على كل مستمعينا في برنامجكم الرياضي اليومي الجولة. اليوم الحديث عن بعض القضايا وبعض الأخبار اللي تهم الشارع الرياضي السعودي، وقضايا يعني مهمة جدا، وديون وفترة تسجيل وكثير من الأمور الخاصة أتكلم فيها. رحب فيكم أنا اليوم ثامر الحميد، ومن الإعداد الزميل عبد الله محضر وعثمان الصولي، ونذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في حلقة اليوم من برنامج الجولة على STC 8348 STC 8444 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 732-22. راح نتكلم اليوم على موضوع سامي الجابر والإعلام، الاتحاد والاحتراف، البلطان والمقترح الآسيوي، عائلات الملاعب السعودية. بنتكلم فيها عائلات الملاعب السعودية على موضوع خلينا نقول يعني من وجهة نظر أخرى بما يطرح في وسائل أو خلينا نقول مو بوسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. يعني على أساس التصور ما يوصل للناس غلط حابين نوضح الصورة. تكلمت عنها بشكل مبسط يوم الخميس في برنامج الجولة، واليوم أوضح الصورة بشكل أكبر، لأن أشوف في بعض الأحيان يا أن الناس تحب أن توجه في بعض وسائل الإعلام بدون تحديد أسماء، تحب توجه الناس لبعض الاتجاهات انهم يمشون عليها، او انهم ما ادري يعني يضحكون على الناس، ما ادري وش المقصد بالموضوع، فراح نتكلم عليها ايضا بالتفصيل. ابدأ برابطة المحترفين ومقترحات الاندية في ورشة العمل اللي اقيمت امس، حيث عقد مساء البارحة في مقر الاتحاد العربي السعودي ورشة عمل الأندية التي سبق وشاركت في دوري أبطال آسيا للمحترفين والأندية التي ستشارك في النسخة المقبلة من الدوري الآسيوي، وذلك لمناقشة روزنامة دوري أبطال آسيا للمحترفين للفترة من 2015 إلى 2018، إضافة إلى مناقشة ما تبقى من روزنامة المسابقات الآسيوية ذاتها للفترة الحالية 2013-2014. وترأس اجتماع الورشة دكتور حافظ المدلج عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي وحضور عضو لجنة الأندية المحترفة بالاتحاد، لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي دكتور خالد بن مقرن ونائبها الأستاذ أحمد العقيل، إضافة إلى مدرب الهلال الوطني سامي الجابر ومدرب فريق الاتحاد الأسباني بينات ومدرب فريق الأهلي البرتغالي بيريرا ومساعد فريق مدرب فريق الشباب البلجيكي فيريرا، بينما غاب عن الورشة كل من مدرب الذين وجهت لهم الدعوة. ورشة تأييد في آراء واختلاف آراء المدربون، فمنهم من طالب بالعودة إلى النظام السابق الموسمي مع اتفاق الجميع على ضرورة فصل شرق القارة عن غربها في دوري أبطال آسيا حتى المباراة النهائية أو نصف النهائي بحد أقصى في حية النظام الحالي مع إجراء تعديلات على الأدوار المتقدمة من البطولة. المقترحات على اساس ان احنا نفصلها بشل في الموضوع اللي بعد. المقترحات ان الان بتستمر بطوله دوري ابطال اسيا للانديه، يعني هذه لان هي رابطه المحترفين ومقترحات الانديه، واللي حضروا ورشه العمل هم المدربين الانديه اللي شاركوا في دوري ابطال اسيا او راح يشاركون في نسختها المقبله. الموضوع ما فيه، انتم عارفين الان النظام الحالي لدوري ابطال اسيا اللي قاعدين يلعبون فيه الأهلي والشباب في دور الثمانية راح يبقى مثل ما هو عليه إلى عام 2015. في 2015 راح يتم زيادة عدد الدول وعدد الأندية المشاركة. الآن عندنا الأندية ورابطة الدوري المحترفين عندهم مقترحات تقول أنه والله العظيم أنه حنا نعاني من موضوع الشرق والغرب، أنه توصل دوري المجموعات تلعبها ما عندك مشكلة،
دور ال 16 تلعب دور ال 16 ما عندك مشكلة. كان عندهم مشكلة سابقة قديمة في موضوع أنها مباراة واحدة تلعب في دور ال 16 فيقول لك ما فيها تكافؤ في الفرص. يعني أنا ألعب مجموعة كاملة وأوصل لدور ال 16 ودي مباراة واحدة ممكن ألعب على فريق الخصم وأخسر. فكان عندهم مشكلة في هذه وعدلوها وصار الدور ال 16 مباريتين. وأيضا كان نفس المقترح هذا أن يشوفون أن في ظلم أن تلعب أو تلعب مباراة النهائية على أرض واحد من المتنافسين على المباراة النهائية أو على البطولة. فهذه صارت فيها مشكلة وأيضا عدلوها صارت إيش المباراة النهائية ذهاب وإياب. الآن على نفس النظام هذا ذهاب وإياب في دور 16 وفي المباراة النهائية راح يستمر إلى 2015. وش راح يصير بعدين في 2015؟ هذا اللي مجتمعين عليه، واللي مجتمعين عليه قالوا انه احنا ودنا نفصل شرق القارة عن غرب القارة بحيث ان احنا ما نتقابل مع فرق الشرق الا في دور الاربعة او النهائي. ليش؟ على اساس انه يكون عندنا انديتنا مروا بعدة من المباريات في الدوري. الان اللي قاعد يصير المعاناة اللي دور الثمانية الاندية السعودية ما بعد بدأ الموسم عندها، ما بعد بدأ الدوري. فوش اللي يصير في دول شرق اسيا كوريا واليابان وغيرها والصين؟ تلاقيهم وصلين للجولة 20 أو 21 في الدوري، فنسق المباريات الرسمية ماشي معاهم ومتعودين ومستعدين لياقيا وفنيا وذهنيا وكل شيء. عندنا لا العكس، عندنا تلاقيها ندخل على دور الثمانية في أول المواجهات مع دول شرق آسيا تلاقي الدوري عندنا ما بعد بدأ، وتلاقي اللاعبين تو إلا مصاب ولا مو مستعد ونسبة لياقة منخفضة ورتم المباريات الرسمية ما رجعت للأندية بعد توقف طويل. وهذه المشكلة الآن قاعدين يقترحون هذا. بكل أمانة ومع احترامي لكل اللي كانوا مجتمعين أمس على أساس إحنا يعني نقول الشيء اللي صاير من 3 أسابيع تقريبا، رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان طلع معنا في برنامج الجولة وقال المقترح هذا أول من اقترح نادي الشباب ورفع للاتحاد السعودي وطلب من الاتحاد السعودي أن يرفع هذا الاقتراح إلى الاتحاد الآسيوي. وش المقترح يقول؟ نفس المقترح اللي اقترحه أمس في ورشة عمل اللي هو رابط الدوري المحترفين ومقترحات الأندية آسيويا، أنه إيش؟ أنه والله العظيم أن الأندية السعودية تعاني ودول غرب آسيا تعاني من موضوع خاصة الدول الخليج من موضوع الشرق والغرب ودور الثمانية، فدائما أنهم يلعبون في هذا الدور ودائما الأندية السعودية تطلع في السنوات الأخيرة من هذا الدور بسبب المشكلة هذه. فكان هذا مقترح من نادي الشباب وطلع خالد البلطان عندنا في إذاعة مكسف أم في برنامج الجولة أول من قال أنهم رفعوه رسميا. إدارة نادي الشباب متمثل في إدارة نادي الشباب رفعوا هذا المقترح أنه يكون المشاركة أو دمج مشاركة أندية الشرق مع أندية الغرب في دور الأربعة أو النهائي. وتكلم فيه خالد البلطان معنا وقال أنهم قد أرسلوه يعني من قبل ما يطلع، وقال أرسلنا المقترح هذا وننتظر رد عليه بعد ما يرفع الاتحاد السعودي الاتحاد الآسيوي عشان نعطي بس الناس حقوقها مع احترام. يعني كلهم حتى احنا نقدر المجهودات كل المدربين وكل الرؤساء واللي من ترأس الاجتماع أمس، بالعكس يعني جهودهم واضحة والهمهم الأول والأخير الأندية، لكن أيضا عندنا المقترح أول من بدأ فيه هو نادي الشباب للأمانة. STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. موضوع أنا في البعض طالبني بأن اللي صار مع الكابتن سامي الجاب أي المناسبة أو بعد كل مباراة أنه سؤال أو أسئلة الإعلاميين تكون مستفزة للكابتن سامي الجابر كمدرب النادي الهلال، وبعض الأشياء ما يسأل عنها سامي الجابر لأن في بعض الأمور يعني مثل أمس على خلفية ورشة العمل اللي كان موجود فيها حضرها الكابتن سامي الجابر أن بعض الزملاء الإعلاميين سأل عن عيسى المحياني وعيسى المحياني ليش ما جلستوا في نادي الهلال، بعدين سامي الجابر قال لا عيسى المحياني هو من غادر الهلال. الزميل الإعلامي أو الصحفي قال لا أنتم لو بغيتوا عيسى كان جلستوه، فمش سامي الجابر. فالبعض الآن أخذها من سالفة أنه لا المفروض سامي ما يمشي، المفروض سامي يجاوب على السؤال. أنا أقول أنه من حق أي واحد أنه يجاوب على السؤال، والزملاء الإعلاميين مع احترامي الشديد كلنا نصيب كلنا نخطئ. أنا ما أرفع نفسي أن أقول والله أنه ما أخطأ، لا ممكن أي واحد يطلع بشيء اللي طلع فيه أمس الصحفي، بس أنا أتمنى من الزملاء الصحفيين أنهم ينتبهون على الموضوع هذا، لأنه يعني سامي الجابر أصلا يوم ما كان عيسى المحياني طلع من نادي الهلال ما كان موجود في نادي الهلال، كان موجود في فرنسا، فما يسأل عنها.
يعني في أم اللي قاعد يصير الآن أنه سامي الجابر مسلط عليه الضوء بشكل كبير، ويعني هذا حنا نعذرهم فيه لأنه سامي الجابر اسم كبير ورمز من رموز الكرة السعودية، فشيء طبيعي أنه يكون مسلط عليه. لكن ما هو طبيعي بعض الاستفزازات اللي فيه بعضها مقصود بعضها غير مقصود. فأنا أتمنى عاد الله يعين سامي الجابر أنه مدرب للنادي الهلال، وأنه مدرب وطني مختلف عن كل المدربين، يعني بشخصيته حتى بلبسه أنتم شايفين الأمور هذه. فعد الله يعين سامي الجابر والله يعين اللي يحبونه ومشجعيه على الموضوع هذا. إذا كان بعض الصحفيين يعني ضايقهم الأمور هذه، أو بعض الإعلاميين أو بعض القنوات اللي ضايقهم موضوع سامي، وأن سامي ممكن ينجح، وأنه ممكن سامي حنا نحاربه من البداية إعلاميا، يعني ممكن هذه تصير. أنا ما أطلع الصحفي الأمس أو غيره، لا أنا أتكلم بصفة عامة، فهذه موجودة، ما ودنا نعمم على الكل، لا، فشيء طبيعي. سامي الجابر هذه ضريبة التميز اللي هو عليها في كل خطوة، فشيء طبيعي اللي يلقى هذا الشيء. وحنا نرجع ونقول سامي الجابر سواء كان في نادي الهلال أو في نادي النصر أو في نادي الشباب أو الأهلي أو الاتحاد، راح ندعم سامي الجابر لأنه الكل يشاهد أنه سامي الجابر مدرب وطني مميز، ممكن أنه يطلع منه شيء يعوضنا عن المدربين الوطنيين اللي شفناهم في فترات سابقة بكل أمانة. فنتمنى أن سامي الجابر يعوضنا ويصنع اسم للمدرب السعودي بعد ما فقدناه. يمكن الاسم اللي كان طالع كان واستمر لفترة مثل خليل الزياني في بطولة آسيا 84، بعدها افتقدنا الموضوع. كان في بعض المحاولات في تصفيات كاس عالم او كاس عالم مثل محمد الخراشي او حتى ناصر الجوهر او بعض المدربين الوطنيين، يمكن ايضا خالد القروني انا اعتبره من المميزين. لكن ان يكون بنفس كاريزما سامي كذا مختلف عن الكل وعن البقيه، سواء في شخصيته او في تعامله او في اسلوبه ضجه في الفتره الاخيره، هذه ما هي موجوده. فيمكن هذه اصبحت صدمه للبعض ومفاجأة للبعض الآخر، بس اللي يعرفون سامي أكيد أنها مفاجأة، وهذا شيء متوقع أنه سامي يظهر بهذا التميز، فالله يعين. نروح لموضوع الاتحاد والاحتراف. موضوع الاتحاد والاحتراف نرجع ونقول الله يعين الاتحاديين على الأشياء اللي قاعدة تصير. كل الكلام يطلع ما بين لحظة وأخرى، يقول لك أنه والله إلى الآن منتشري وتكر، إلى الآن ما تم التنازل أو ما تمت الجدولة. في بعض الحين يقول لك الشيكات اللي سلموها لأحمد عيد وتم تسليمها لجنة الاحتراف أو لم تسلم لأنه في بعض الأخطاء أو في بعض النواقص اللي ما طلعت بشكل كويس، هذه تكلمنا عليها الأسبوع الماضي، أو اللي ما طبقوا فيها الاتحادين الشيء المطلوب منهم. نروح للموضوع السلطان البلوي. سلطان البلوي الآن في مشاكل، الاتحادين مهم معترفين أنه يقول لك احنا ما لنا ذنب في مبالغ سلطان البلوي، لأنه هذه مبالغ يعني تعتبر يعني ما له دخل نادي الاتحاد فيها، ولجنة الاحتراف تشوف أنه هذا شيء مبالغ طبيعية وبدأ منها موجودة في العقد باسم سلطان البلوي وكيل أعمال اللاعبين. وسلطان البلوي هو أو عفوا إدارة نادي الاتحاد هي من تكفلت فيها وضعتها في العقد، فلازم أنهم خلاص يتكفلون فيها. يعني ما تجي مثلا إدارة الاتحاد وتحط في عقد انتقال لاعب أو تجديد لاعب أو توقيع مع أي لاعب أنه عمولة وكيل الأعمال سلطان البلوي في العقد أنها من إدارة نادي الاتحاد أو مسجل على نادي الاتحاد، وبعدين تطلع إدارة نادي الاتحاد تقول لا والله ما لي دخل فيها. شو ما لك دخل فيها؟ طيب أنت مسجلها وأنت من وافقت عليها، فهذا شيء طبيعي. والعموما يعني حتى وكيل أعمال اللاعبين، يعني إدارة نادي الاتحاد كانت تضغط في الفترة الماضية أو اليومين الماضية إلى اليوم أنه والله العظيم أنه بطريقة أو بأخرى مع لجنة الاحتراف أنه التغاضي عن موضوع وكيل أعمال إحنا ما لنا دخل فيها. لكن لجنة الاحتراف لا تستطيع التغاضي عن هذا الموضوع لسبب جوهري مهم جدا. رخصة أي وكيل أعمال لاعبين من وين تصدر؟ تصدر من لجنة من الاتحاد السعودي ممثلة في لجنة الاحتراف. فلا يمكن لجنة الاحتراف بتتغاضى عن مبالغ سلطان البلوي، لا يمكن بأي حال من الأحوال. سلطان البلوي مثل الأخبار اللي جاتنا أنه طلع اللي هو أو أرسل جدولة، عاد الجدولة هذه يوافقون عليها إدارة نادي الاتحاد أو ما يوافقون عليها إدارة نادي الاتحاد أو يعترفون فيها، بنشوف هذا الموضوع الآن. يعني الأمور جدا ملخبطة لأنه كل واحد جاي بطريقة مختلفة عن الثاني. لجنة الاحتراف يقول لك لا هذه موجودة في العقد، وأنتم من وافقتم يا إدارة نادي الاتحاد على المبالغ هذه أنها تكون في العقود مسجل عليكم أنتم كإدارة نادي الاتحاد، والآن تقولون لا. هي كانت واحدة من اثنين، يا أنها تكون بين وكيل أعمال اللاعب واللاعب، أو أنها تكون بين وكيل أعمال اللاعب والنادي. نادي الاتحاد وافق أنها تكون
المبالغ هذه العمولات عليه هو كإدارة نادي الاتحاد، فشون الآن تتبرع منها إدارة نادي الاتحاد؟ وأضف إلى ذلك أرجع وأقول لكم أن كل وكلاء اللاعبين يحصلون على الرخصة من لجنة الاحتراف، يعني أكيد متمسكة لجنة الاحتراف بموضوع سلطان البلوي. ونرجع لنفس السالفة، السلطان البلوي وين، منصور البلوي وين، أخوه وين الديون، وكيف أقنع الواحد يتمنى ثلاثة باقي واحدة سلطان البلوي، منصور البلوي كان عاجز عليها عنها، هذه شيء غريب. فإلى الساعة 4:30 أم 5:45 كنا على اتصال وكنا نشوف موضوع لجنة الاحتراف هل تم حل مشاكل نادي الاتحاد إلى الساعة 5:45 بالضبط، قالوا إلى الآن ما تم حل المشكلة. عاد وش يصير؟ هل بيصير شيء في خلال الوقت هذا؟ إذا صار شيء وجانا عنا علم اتكلمنا فيه. موضوع فترة الانتقالات يوم الأربعاء اللي هو بعد 3 أيام، هذا يوم الأربعاء الساعة 12 بالليل، إذا ما انحلت مشكلة الاتحاد هذه مشكلة خاصة، انتهى الموضوع، لن يتم تسجيل اللاعبين، ورح يصير مشكلة في الترخيص للتعطيل حق المشاركة في دوري أبطال آسيا. آخر مهلة وفترة التسجيل إغلاق الساعة 12. الجولة. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة، وأذكركم بأرقام التواصل STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. عشان نقفل موضوع الاتحاد، في طلعت خطابات اليوم عاد إدارة نادي الاتحاد، يعني أنها تثبتها أو تنفيها، يعني أنها تطلع أنها صحيحة أو لا، لأنه في 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 مواقع التواصل طلعت خطابات عبارة عن اتفاقية تسوية نهائية موقعة من نائب رئيس نادي الاتحاد عادل جمجوم. هذه الخطابات ما بين 5 إلى 7 خطابات، هل إدارة نادي الاتحاد مفروض أنها تصرح وتقول هل هي صحيحة ولا مزورة؟ الآن إذا كانت صحيحة فانه في خلل في 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 تصريحات عادل جمجوم نائب رئيس الاتحاد السابقه. شلون في خلل؟ لانه عادل جمجوم طلع في تصريح تلفزيوني بتاريخ 19 اغسطس 2013 وقال اتحدى ان يثبت اي احد ان يعني في مستحقات عباره عن ريال واحد لسلطان البلوي في صفقه احمد الفريدي. ركزوا، قال اتحدى لو في ريال واحد من صفقة انتقال أحمد الفريدي للاتحاد، إنه ما إن سلطان البلوي ماله ولا ريال في صفقة أحمد الفريدي. التسوية اللي طالع اليوم إذا كانت صحيحة واعترفت فيها إدارة نادي الاتحاد فلكم أنتم الجمهور لكم الرأي الأول والأخير، لأن من ضمن الخطابات أن التسوية اللي موقع عليها نائب الرئيس عادل جمجوم منها رقم 2 اللاعب أحمد محمد ناصر الفريدي ومبلغها 3,194,000 ريال، هذه لسلطان البلوي، وهذه اللي معترضين عليها، المبالغ اللي احتمال تكون معترض عليها إدارة نادي الاتحاد أنه بدال 14 مليون تكون 13 وكسور، يعني 10 أو 9 وكسور. فهذه إذا فعلا الخطابات اللي موجودة طلعت صحيحة فهذه فيها تناقض كبير من عادل جمجوم، يطلع في التلفزيون وفي قناة وفي برنامج في يوم 19 أغسطس ويقول إن إيش؟ إن سلطان ماله ولا ريال في صفقة أحمد الفريدي وفي الاتحاد وموقع عليها من عادل جمجوم، من ضمنها مبلغ أحمد الفريدي 3,494,000، هذه 3 مليون، والمئة أربعة وتسعين ألف هذه لسلطان البلوي. هذه الخطاب اللي طالع تسوية إذا كان صحيح. خلصنا الموضوع الاتحاد، وإذا جانا أي شيء جديد بنتكلم فيه. عائلات الملاعب السعودية، أتكلمنا في الموضوع هذا عن عدنان المعيبت. عدنان المعيبت أرجع أقول وأنا عند كلمتي، لأنه في بعض الناس اللي سبحان الله يأجرون مخهم للي بعض اللي موجودين في تويتر ولا بعض اللي موجودين في الصحافة، أنا يجي يقول لك ها هل يتم الاعتذار لعدنان المعيبت؟ تضحكون على مين أنتم نعتذر لعدنان المعيبت؟ عدنان الموجود كمتحدث رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والله يا جاب العيد أكثر من مرة لأحمد عيد، يعني خلاص يعني ما أدري وش ننتظر. يعني عدنان المعيبت طلع وصرح بشيء هو ما يعلم، يعني ما يدري وش أبعاده، طلع قال أنه دخول العائلات. يا جماعة الخير العائلات موجودة، وأنا أتفق في تويتر
أنا أتفق في الأمير مع الأمير نواف، إحنا ننتقد الأمير نواف في كثير من الأمور، بس هذا اللي صرح فيه الأمير نواف في تويتر فيما يخص دخول العائلات هذا صحيح. ليش؟ لو ترجعون لكثير من المباريات وكثير من البطولات الدولية، كأس العالم للشباب اللي يقيم في الرياض عام 89 الظاهر أو 88، نتكلم على المباريات بطولة القارات اللي كانت بدايتها من المملكة العربية السعودية، نتكلم على مباراة السعودية والأرجنتين الأخيرة الودية، كثير مباريات بعض الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، تشوف في عائلات هذول الجاليات. وش يسوون الجاليات هذولي؟ يروحون للسفارة، يقول للسفارة حقتهم هنا في السعودية أنه احنا بنحضر مباراة الفلانية، السفارة ترسل للاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي يرسل لإدارة الملعب أنه الجاليات، الجاليات هذول معهم عائلاتهم، عائلاتهم يدخلون الملعب. عاد والله بيقولوا لي في سعوديات يدخلون، في بعض السعوديات يتخذونها فرصة أنه ما بين الناس ويدخلون. عاد هذا لأنه ما رح يدخلون عند البواب ولا يوقفون عند البوابات ويقول لك والله طلع أنت، كل واحد طلعك بطاقتك واعطيني أنت سعودية أو غير سعودية. أتوقع أنها هي واضحة بالنسبة للموضوع هذا. وهذه الخطابات بعد ما رجعنا حتى للأمانة العامة في الاتحاد السعودي، هذه دائما تيجي قبل أي مباراة دولية للمنتخب السعودي، وهذا طبيعي. ليش؟ لأنه دائم الاتحاد السعودي يرسل الخطاب هذا، يوجهه لإدارة الملعب للأمور الأمنية، للتجهيزات الأمنية، أنه والله الجاليات هذه من السفارة بتيجي وبتحضر الملعب، عاد من ضمنهم عائلات مو من ضمنهم عائلات، هذا بالتنسيق مع السفارة، ما لهم دخل. لكن ما في قرار رسمي يقول أنه السماح للدخول للعائلات للملاعب. في بعض الناس طلعوا مباراة السعودية ونيوزيلندا، يقول لك ها شفتوا حضروا موجودين. طيب هم موجودين من أول، أنتم تلعبون علينا، موجودين من أول، هم موجودين في المباريات الرسمية الودية أو غيرها الرسمية الدولية، المباريات الكبيرة للمنتخب أو اللي يكون فيها السفارات فيها تنسيق معهم. لكن ما في قرار رسمي لا من رعاية الشباب ولا من الاتحاد السعودي يقول أنه السماح للدخول العائلات، لا سواء أجانب جاليات أو سعوديات، لكن هذا بالتنسيق مع هذا تطلع بطريقة غير مباشرة. لكن أنه في قرار رسمي ما في، وهذا متعودين عليه. اللي صار أنه جاء الخطاب للأمانة وشافها طبعا عدنان المعابد، وجاك ماشي مليون أنه شاف الخطاب وطلع صرح فيه، والآن في بعض الناس يستشهدون بهذا الموضوع، يقول لك آه شفت الخطاب اللي موقع عليه أحمد الخميس. طيب أنا قاعد أقول لكم الخطاب هذا أصلا بالتنسيق مع السفارات ويحول للملعب عشان التجهيزات الأمنية، وهذا مع كل المباريات، حتى المباريات السابقة القديمة اللي أنا قاعد أقول لكم عليها، مو شيء جديد. جايين الآن كأنكم مخترعين الذرة أنه والله آه شفت ولقينا خطاب على أحمد الخميس. أحمد الخميس واللي قبله واللي قبله، أي واحد من الأمانة العامة يرسلون هذا الخطاب للتجهيزات الأمنية في الملاعب لحضور الجاليات. هذه 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 يعني خلاص خالصين منها وعارفين. وترجعون للمباريات القديمة اللي أقول لكم عليها تلاقون العائلات موجودة، ما يبغى لها يعني. ونشوف في بعض القنوات مع احترامي الشديد لهم يطلعون يقول لك والله شف شفتوا لقينا، وهذه هذه صورها كأنه إثبات. طب هي موجودة يعني. بالله بسألكم، مباراة السعودية والأرجنتين ما كان في سعوديات في الملعب؟ ما كان في أجنبيات موجودات في الملعب؟ موجودين، لكن ما طلع وقتها عدنان المعابد صرح. عدنان المعابد الأشياء اللي كانت تخص السفارة وما في قرار رسمي ولا سأل عام رعاية الشباب، طلع صرح فيها، لبس الأمير نواف في الجدار ولبس أحمد عيد في الجدار ولبس النويصر في الجدار وكب الدنيا كلها مع بعض. ليش؟ هذا اللي نحن نقول، لأنه الرجل مو موجود في الرياض، موجود في الشرقية، وما هو بداري ولا يعرف وش القضايا، وش الخطابات اللي طالعة من الأمانة، وش الخطابات اللي موجودة من أول، وش الأشياء الاعتيادية والروتينية، وإيش الأشياء الجديدة. طلع صرح فيه بدون معرفة، بس هذا هو الموضوع. أتوقع الأمور واضحة، عشان لا يطلع الواحد يقول لي طب الخطاب حق أحمد الخميس. نرجع نفس السالفة، نذكر بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 موبايل 630 590 زين 7 3 2 2 2. تكلمت كثير، خلنا نروح لعمر. تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا عمر. أنا بتكلم ثلاث مواضيع سامي. الموضوع الأول موضوع سامي جابر. طبعا فيه فرنس يعني ما خلاص ما تشرح عليه اي شيء يقوله سامي، ما واضح الموقف يعني ما تاخذ عليها. فيه فرنس ثاني تاخذ عليه حتى ولا هو، لا اللي هو اللي يدخل عمله يعني ميوله مثلا ما يقدر يتحكم فيها في مجاله في عمله المهني. طبعا انا ما اتكلم عن اللي امس، اللي امس يمكن جانبه صواب حتى انا بقول في بعض يسمون يقولون يعني سامي ليش ما يعطي مجال
مشكلة لو أعطى مجال كامل. يعني في ناس ممكن إنسان يقول البدلة اللي عليك هذه من وين شاريها؟ عرف؟ يعني في ناس لو أعطيتها مجال في الأسئلة هو رجال فني وطالع من ورشة. لا هو هو هو, هو, هو الرجل راسم نفسه خط. أتكلم على سامي الجابر ما وده يطلع عنه ولا الحرية، وفي البعض إلا مصمم أنه يطلع من الخط هذا. أيوة بالضبط. وفي البعض عشان يعني يكسب حبتين من الجمهور اللي ينتمينا أيا كان طبعا لازم يدور شيء ما يبقى. بس أنا حدد أحد عشان لا يقول لك أنتم تشككون. لا ما حددت أحد، أنا قلت لك غير اللي أمس. واللي أمس راح أنا ممكن أقول لأني أشوف اللي أمس غريبة منه يمكن جانب أصفار في ذلك. لكن انا كلام انا كهلالي لو يجي ماشي ماجد عبد الله يمسك يقدم النصر ويدخل مجال التدريب يا اخي لو نجح ماجد يا اخي مصعد النهايه مصعد منتخب صحيح ونفتخر يا ليت ابو عبد الله يكون موجود. ولو جاء في الاتحاد يا اخي شو اسمه ذا حتى خليفه لو جاء في الاهلي اللي يجي ولا قضيه قضيه يعني يعني في يعني حمله يعجبني الساحي من يوم منع لاعب ما يلتفت الأمور هذه. هذه أنا متأكد منها لو التفت لها مشكلة صراحة. لأن في أحيانا الحملة تحس أنها موجهة واضحة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني موضوع التحكيم. أخي أنا أتعجب يعني الحين الهلال إذا استفاد من التحكيم ها؟ طيب عمر شكلك بتفتل اسمع خلينا نطلع لأذان صلاة المغرب خليك معي ما راح أقطع الخط نطلع لأذان صلاة المغرب ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة. الجولة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة. نذكركم بأرقام التواصل STC 8348 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. الساعة الآن 46 دقيقة إلى قبل 10 دقائق إلى الساعة 6:30 الاتحاديين لم ينتهوا من سداد ديونهم العالقة لدى لجنة الاحتراف وفق تأكيدات رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البرقان الذي أكد بأنهم متواجدون في مساء اليوم. يعني إلى قبل 10 دقائق من الآن الاتحاديون لم ينتهوا من سداد ديونهم العالقة لدى لجنة الاحتراف وفق تأكيدات رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البرقان الذي أكد بأنهم متواجدون في مقر اللجنة حتى الساعة 9 من مساء اليوم. الله يعين صارت سبع. على فكرة على طاري الموضوع هذا قبل أروح الموضوع ثاني يعني هذا الشيء اللي يزعل الواحد 31 قضية تم حلها. أنتم على بالكم أنه تم حلها يعني خلاص انتهى موضوعها؟ لا 31 قضية. يعني إذا جينا مثلا في فترة الشتاء وفي فترة انتقالات الشتوية 31 قضية هذه أو هذا بتطلع لنا ملفاتها من أول وجديد أنه ها هذه جدولتها وإيش صار عليها. ونرجع لسالفة حتى الشربيني اللي قال عليها الدكتور عبدالله البرقان أنها لا تمنع من تسجيل لاعبين يقصد في هذه الفترة. يعني إذا ما تم حلها إلى فتحدين يعني 31 بتصير 32 وبتصير 33 ليش؟ لأنه هذه جت في وقت متأخر فكلها بتطلع شتوية. فأنا معليش يا إدارة الاتحاد أنا ما عندنا سالفة غير الاتحاد وكل شيء في كل فترة. هذا موضوع صراحة صار قلق لنا والجمهور الاتحاد عندنا قضايا ثانية بنتكلم فيها. ما عندنا سالفة من نيام محمد بن داخل إلا ديون الاتحاد ولجنة الاحتراف. ناخذ اتصال عمر انت جيت على الموضوع الثاني صح؟ معليش طولنا عليك يا عمر. يا عمر تتكلم بس عن الاتحاد. لا انت كنت في موضوع ثاني بتقول بس دام لا تغير تكفي يا عمر. لا دام اني انا والله طيب. شخصاني حتى لو اني هلالي زين يبقى الاتحاد نادي كبير صراحه اللي قاعد يصير هذا في شيء مو طبيعي. يعني مهما كان اول صراحه السنوات الاخيره التنافس صراحه يعني مهما كان وجود الاتحاد في المنافسه أنا أشوف إنه يضيف نكهة للمنافسة صراحة. يعني هذا خلاص أرجع لموضوع التحكيم اللي أنا لي 10 أيام بتداخل على فيه. موضوع التحكيم باختصار طبعا هو الآن الموضوع هذا حتى في الهلال عشان أكون واضح سامر لاحظ حتى الهلال لما يجي يتكلم عن التحكيم ها ينتقد التحكيم مستواه هابط. لاحظ لما يكون في مشاكل بالفريق طبعا إدارة النادي في الجيل لازم تشوف لها مخرج
هتيجي تتكلم عن التحكيم، مع ان احيانا الهلال يتضرر من التحكيم، لكن مية بالعله الاكبر التحكيم. احنا نتكلم عن موضوع التحكيم، الحكام الاجانب سامر كم هم يجون عندنا؟ يوم 7 سنوات صح ولا لا؟ من اكثر نادي حقق بطولات بالحكام الاجانب اللي جو؟ الهلال. طيب الحكم الاجنبي جاي ولا بعد في احد مستقبل المطار بعد ولا؟ يا جماعه ترى موضوع التحكيم هذا مشى على ناس معينين في فتره وما عاد اكتشفوا انه ما عاد يمشي. يعني انا اقول لك حتى انا الاحظ اي نادي يجي يتكلم عن التحكيم تيجي تواجه في فريقه مشكله. انت قصدك يعني اللي يحب يقنع الناس انه الهلال يستفيد من التحكيم ما عاد تمشي الامور خلاص. خلاص اي مفتاح موضوع اللجان ترى الامور دي ما عاد تمشي في مباراه يعني. ما كان اذا استفاد والهلال هيستفيد وهينضر من التحكيم زي الانديه الثانيه. طيب النقطه الثانيه اذا استفدنا من التحكيم بعدين معليش شفتوه واذا ما غانا قال خلوه يدق مثل ما ضاق غيره ونروح نعليك مجتمع حنا. يعني مو مشكله شغلات عجيبه في موضوع كل ما ودي يفهم ما ودهم يفهمون هي الاسطوانه هذه ما عجبتهم. انا موضوع شامي وحقيقه هذه عجيبه جدا. طبعا اللي جتهم غير على الهلال يوم استلم التدريب شامي قالوا سامي يوم كان إداري كان في قمة الإبداع. عش غجبا ترى عجبا. طيب خلى تعيع يعتزل وهو اللي خلى التنياط يعتزل وهو اللي حسب أقاويلهم يعني إيه حسب أقاويلهم وهو اللي خلى خارج عزيز من النادي وهو يعني يا جماعة يعني لا تفضحون أنفسهم مثلا خلوا أمشوا على غاية واحد كون انك تقول بينجح ويفشل هذا وجه نظرك مش لازم تجيب لي اشياء يا اخي والله يعني. في الاراء المستقبليه هذه اللي تسبق الشيء لا تقدم ولا تاخر الان على قولك الكوره في الملعب ونشوف سامي الجابر شو بيسوي. لا تجيب لي نظري انا في سامي. انا سامي اذا بغيت تجيب نظري انا كشخص هلالي حريص عليه انا ما كان ودي ان السنه من هلال لكن ليش انا كنت مع القرار يا اخوي المدربين الاوروبيين اللي يجون دولا والله ما جايك مدرب عالمي صراحه. يعني يمكن الاهلي جاب بريرا هو المدرب الوحيد اللي اشوفه الان مقنع. مدرب عالمي وقدر يجي وما ادري شلون قدر الاهلي يجيبه. صحيح غيره ما في مدربين عالميين يجون كل المدربين سامر اللي يجون هنا يتعلمون عندنا واضح وسمسره ولعيبه جانب كيف الحال. نصنع احنا السعوديين مدرب عالمي اللي يكون ان شاء الله بدايته سامي الجابر. يعطيك العافيه عمر. شكرا يا عمر. ناخذ اتصال ثاني من معنا محمد. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن ايه ونعم حياك الله عبد الرحمن تفضل. كيف حالك يا سامر؟ طيب بخير الله يبارك فيك. والله يا سامر شوف انا عندي نقطتين او ثلاث نقاط حاب اناقشك فيها. تفضل. يزيد فضلك يا حبيبي. بالنسبه لموضوع الاتحاد سويت مداخله معك قبل سنه يوم انت اعترفت بكلامك. قبل كم؟ قبل تقريبا سنه اول ما استلمت الاداره. سامحني اذا ما تذكرت يعني معليش. لا يمكن تتذكر لما جرت لما قلت لك حيون مجموعه يوقعون عقد رعايه ولا حتشوفهم تتذكر يا سامر ودي لا تسمي عوائل. المشكلة اللي في الاتحاد انه اللي معاه فلوس ما يبغى يدفع يا تسوي اللي انا ابغاه يا ما في. انا كلمت كشخص اتحادي. طيب انا بسالك سؤال يا عبد الرحمن. طب مو اي واحد بيجي لازم يقول لك تسوي اللي ابغاه يعني ما في واحد بيرمي فلوسه كذا ويقول لك خلاص انا مالي دخل. يا سلام احنا بيجيني يا سامر تقول لي انا حاشتري لك سياره. تمام ابغاك تلف كل بيوت جده تقول لي سامر احمد اشترى لي سياره صح ولا لا؟ هذا شيء ما يرضي كاداره. يعني في اشخاص جاي يدرك يا محمد فايز حاعطيك مبلغ بس بشرط ما تخلي تصريح لما تذكر اسماء انا فيه. محمد فايز غلطان من راسه الى رجوله ما تجي تدق صدرك وتمسك نادي وانت جيبك طفران. يعني بصراحه انت او ما يبي يدفع لا نقول طفران عشان لا تنحسب. يبي يعني. يا دامي يعني تقنعني على قزاز وعائلة دمجوم وعائلة فايز ما يعزم تدفع 30 مليون الله يزيدهم ان شاء الله. الله يزيدهم بس معليش يا سامر يدق صدري ويدق يعني المشاكل اللي الان اللي فيها كلها ما يختلف من داخل سوى التخبيط اللي سواه ومشي وعلى قولة افات جدة فقع. انا كلمك اتحادي والله من داخل خبص في النادي مسكه على بال انه رجل عسكري يقول الامر عسكري ما ينفع. صحيح هذا هذا الكلام. الشيء الثاني يعني انا ما توقعت منك يا سامر انك تصب جام غضبك على منصور بلوي. ليش؟ ايش رايك مصداقيه وليد الفراج يا سامر؟ ما لي دخل في موضوع وليد الفراج الان. لا 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 عبد الرحمن وليد الفراج يعني ابو بدر ما له دخل في الموضوع يعني كون ان ابو بدر له وجهه نظر عشان انا ما ادري انت وش تبي توصل له وش قال كون ابو بدر له وجهه نظر عرفت كيف في موضوع سواء اتفقت معه او اختلفت معه مو بانا اللي اعطي رايي في وليد الفراج لانه وليد الفراج قامه اعلاميه لا يمكن بعطي رايي فيها بس عموما عشان بوصلك بس حتى انا وش قلت لك اختلفت او اتفقت يعني ممكن اختلف ممكن اتفق مو بلازم اني احترم وليد الفراج لازم اني امشي بدربي وراه.
اتفقنا. أنا بس عشان أوصلك. أنا أعرفك رجل يا سامر، رأيك ما تأخذ من أي أحد. بس ممتاز، بس عشان بوصل لك صورة، بس عشان تكون عارف. لا لا. أنا كنا جايبين فيك سامر بمصداقيته، كنا في شجاعة الكلام. تسلم يا عبد الرحمن. أنا بس بوصل لك شيء. الآن عشان ما نقعد نخلط الأمور، الموسم الماضي لو أحد مثلا يرجع للموسم الماضي ويشوف بعض الحلقات اللي جت عندنا في برنامج الجولة، أول سويناها برنامج الجولة، كنت أنا من أكثر الناس اللي أتكلم وأتغزل بمنصور البلوي أيام ما كان رئيس نادي الاتحاد وعمل في إدارة نادي الاتحاد. ممتاز، خلصنا. لا لا، خليني يا عبد الرحمن امشي. انا ضد منصور بلوي الان يا زلمه، بس هو هذا اللي انا بوصل لك اياه. انا ضد منصور بلوي الان، لانه كان فتره من الفترات معاه رجل. انت تشوف بس ممتاز، منصور بلوي الان مثل منصور بلوي ايام كان رئيس نادي الاتحاد ولا نص؟ طيب هذا اللي انا قاعد اقوله، يصير ايش تقول لي صبغه جام غضبك وما ادري ايش؟ لا جام غضبك بس على نقطه واحده، انه هو ما قدر يقنع اخوه لا يلعب علينا، يقول لنا شركاء. معليش عبد الرحمن، لا شوف يا ثامر، في لو طلع شوف بقول لك شيء يا عبد الرحمن. لو طلع ابو ثامر وقال والله هذا شأن اخوي سلطان وانا مالي دخل فيه وما قدرت ان اقنعه وهو متمسك بالمبالغ، لا انا احترم ابو ثامر وعلى عيني وراسي ما عندي مشكله، وانا احترمه في كل الحالات، لكن انه يطلع يتلاعب بمشاعر الجمهور ولا يطلع يقول معلومه ما هي بصحيحه. لا طيب يا سلام يا زمر، عارف ايش اللي صار بين منصور وسلطان؟ اقنع منصور، اقنع سلطان بالتنازل او بدل صاحب الجدوله، صارت شبه لعبه قذره من مالي دخل في الكواليس يا عبد الرحمن. لا 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 عبد الرحمن، عبد الرحمن امور خاصه بسلطان البلوي ومنصور البلوي انا مالي دخل فيها، انا ما يظهر في الاعلام اللي يظهر في الاعلام. معليش عبد الرحمن، عبد الرحمن معليش، اللي ظهر في الاعلام، معليش اللي ظهر في الاعلام، سؤال منصور البلوي ليش ما اقنعت اخوك سلطان؟ وش قال؟ قال عنده شركاء ما قدر يضبط. هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام اذا انا ما عشت مع الرجل. انت وش رايك؟ ابغى رايك الان، رايك صحيح؟ انا رايي والله 50% كذب الرجال و 50% صدق. وش ليش تصدقوا؟ اذا مثلا اذا سلطان البلوي ما له شركاء وهذا مكتب اسمه مكتب سلطان البلوي تعاقدات، افد كل شيء واحد إيه؟ انه منصور اقنع سلطان انه يتنازل. يا اخوي ما عليك ان اقنع، انا اسالك اقول لك انت جملة انت تصدق وفي له شركاء ولا لا؟ بغض النظر اقنع ولا لا، انا اقول لك انت تصدق انه ما سمعت وكيل لاعبين عنده شركاء ما عمري يصير. كيف تبغى انا اصدق 50%؟ هذه لا انا اصدق 50% لا انا لو جيت ما قلت لك الصراحه في موضوع معين او نصف الحقيقه ما اعطيتك اياه، بتصدقني في النص الثاني؟ اصدقك في الجزء والله فيها كلها، دام ان الموضوع كذا تحس انه اي شركاء. الموضوع من اوله غلط يا عبد الرحمن، لا نلعب على بعض. الموضوع غلط، انا ما لعب، انا اقول لك الموضوع. تقول لي والله اقنعه ودخل يعني ناس ما ادري في النص. لا شوف، يعني انك تشدد تقول انا سويت، يعني انك انت تقول انا تدب صدرك وتفشل نفسك قدام الناس. يعني هو فشل نفسه منصور بلوي، تشوف فشل نفسه من راس الرجوله، يعني التاريخ اللي بناه عام 2004 2005 اندمر الان كاتحاد. انا اقول لك طيب عبد الرحمن عشان نعطي فرصه الباقيين، يعطيك العافيه. بس نقطه واحده استفسار على السريع عبد الرحمن. طيب الغلط اللي سووه طرف القحطاني، انا اقول لك ايش؟ جهاز لوحي نحيف وخفيف من سامسونج ب 799 ريال فقط، نظام تشغيل اندرويد جيلي بين، كاميرا 3 ميجا بكسل، وبطاريه تدوم طويلا. مكتبة جرير ليست مجرد مكتب. الجولة ناخذ اتصال معنا محمد، تفضل محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا محمد. مساك الله بخير سامر. حياك الله بخير، الله يبارك. ثاني مره والله انصحك سامر تقدم ليمون بنعناع للمستمعين والمستفيدين مثل العراف. انتبه. ايه ايه. لا 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 ما احنا بنصابين. انتبه. تفضل. ما صار ذا اللقاء ولا صار هواش ده. معليش مشي حالك، تفضل. انا بتكلم على موضوع سامي الجابر. انا كمشجع هلالي والله العظيم اتكلم منظور ثاني، انا اتمنى من سامي الجابر كهلالي اول شيء ان الله يوفقه كهلالي، ثاني شيء اتمنى ان الله يوفقه كمدرب سعودي. انا اتمنى مثل سامي 2 3 4 الحين بعد اتمنى ان علي كميخ ان الله يوفقه هناك ويرده ماشي. اتمنى بعض، انا استغرب بعض الناس بعض الصحفيين لما يجي يحاول والله شوف كيف لابس
شوف وش لابس، شوف ايش وانت بكرامه جزمات الوحده لون والثانية، لا شوف شعره كيف. اخي انت انتقد فنيا شيء ولا خلاص هذا ذنب سامي جابر ان سلط عليه الاضواء؟ طيب في شيء ثاني محمد؟ بشكل عام بصفه عام بشكل عام ان ذنب الهلال كل شيء ذنب الهلال وقسمته انه لازم يكون له نصيب اكبر. هذا موضوع طيب. موضوع الثاني في شيء ثاني تبي تضيف؟ تفضل. اي ابى اتكلم على موضوع الاتحاد. بختصر الموضوع بكلمتين. لك الله يا اتحاد. الله يعين. يعطيك العافية محمد. شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني. سالم. الله. سالم ولا هادي؟ سالم. ألو. تفضل سالم. سالم معك. سالم. حياك الله يا سالم. مساء الخير حبيبي. مساء النور. حياك الله. أول شيء مبروك على الشكل الجديد للبرنامج سامر، وهنيك يعني صراحة تغيير الموسيقى هذا برضو سوى شكل البرنامج. كيف حلوة؟ ايه رايقه. الله يسلمك. تفضل. بتكلم لك عن سامي بشكل بسيط وعلى موضوع الملاعب. بالنسبه لسامي والله صراحه انا شوف انا اقول لك هلالي ومتفائل جدا انه ماسك الفريق. يعني شوف الفرق بين سامي وبين باقي المدربين السعوديين، شخصيته قادر يسيطر على الفريق، قادر يعني يفرض هيبته على اللاعبين، على اللاعبين عموما، ومهما وصل اللاعب من نجومية سامي قادر انه يسيطر عليه. يعني هذا اللي انا اشوف الفرق بينه وبين باقي المدربين، وتلاحظ انه في شخصية الفريق غير المدرب. يعني ينجح؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي يعني احساس كبير انه سامي والاعلام المضاد كله بصمة. الاعلام المضاد رايك؟ خلي القافله تسير وش يسمونه. اذكر الله. يعطيك العافيه. شكرا. الله يعطيك العافيه. شكرا. في اتصال ثاني معنا. طيب يقول لك خبر ان اعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب سمو الامير نواف بن فيصل مجلس ادارة التعاون برئاسة الاستاذ محمد بن عبد الله القاسم لمدة 4 سنوات قادمة، ويضم مجلس الادارة بجانب الرئيس طارق العيدان نائبا وطلال السويد امينا عاما للنادي وعبد العزيز الروضان امين للصندوق وعضوية كل من نايف الزمام وماجد الفرج ومنصور الهزاع وفهد المحيميت ويوسف الوابلي وعبد العزيز الفهيد. شكرا لاستماعكم برنامج الجولة. إن شاء الله ما شاء الله أشوف هذا الشيباني جاي يأخذ عثمان عشان كسر رأسه في البلاي ستيشن. إن شاء الله نكون معكم في برنامج العشر مساء في برنامج غرفة 11. يعطيكم العافية.